مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم في هذا النقل التلفزي المباشر الذي ياتيكم من مدينه الرباط، وبالضبط من هنا من الملعب مولاي الحسن، الذي سنتابع من خلاله تفاصيل مقابله تجمع بين فريق الفتح الرياضي الرباطي وخصمه في هذه المقابله، وهو فريق شباب المحمديه. نذكر بانه المقابله يعني على مستوى غرفه الفار اللي غادي نشاهدوا بعد لحظات، فكيف كنتابعوا الان فهنالك محمد النحيح وهنالك المساعده من خلال جمال ميموني، هذوما الحكام ايضا في غرفه الفار. لحظات مشاهدي الكرام وننطلق، ولكن قبل ذلك هناك قراءه الفاتحة ونعود. كنشوفوا كل من حفيد عبد الصادق، وايضا كنشوفوا عزيز ايت اربي. اذا هذوما المدربان المساعدان اللذان سيكونان على مستوى قياده هذه البوجه. اعطيت في هذه اللحظات انطلقت المقابله، كره لصالح عناصر فريق شباب المحمديه على مستوى خط الوسط. الانطلاقه الهجوميه من الجهه اليمنى، شوفوا الانطلاقات الاولى بالنسبه للطرفين، وايضا البحث اللي ممكن انه يجي من جانب كل فريق في الخطوط الاماميه باش انه يلقى الحلول ويلقى ايضا الطريقه المناسبه من اجل الانطلاقه ومن اجل ايضا تحقيق مشاركه يعني مهمه خاصه على مستوى الشق الهجومي. لاحظوا المترابطات الصغيره بين اللاعبين، ايوب بلوشي ترجع هجمه مرتده مضاده لصالح فريق الفتح الرياضي الرباطي. نناح كيدخل بالكره ديالو يحاول يخترق تمريره الجهه اليسرى، فرصه صويبه، هدف هدف اول للفتح الرباطي، هدف اول في المقابله بحدود الدقيقه الثامنه. كتجي كره ملعوبه بشكل ممتاز على مستوى الخط الامامي والاستثمار للعمليه الهجوميه. نعم الفتح الرياضي الرباطي كيتمكن من وضع الكره في المرمى والاعلان عن الهدف الاول في اللقاء ديال اليوم، وبالتالي الطريقه اللي جات من خلال العمليه الهجوميه وايضا البناء ديال الكره في الخط الامامي فكان جيده. حمزه هنوري الاشاره هو اللي سجل الهدف. امكانيه ديال التمرير اختار الجهه اليسرى، تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء، بحثها راسيه ممتازه، راسيه جيده، لانه الطريقه باش لعبات الكره كانت تمريره عرضيه داخل منطقه الجزاء. كريم كان في المكان المناسب، تقدم نحو الامام، تصويبه ممتازه في العارضه الافقيه، واحده من الكرات الجميله في مباراه اليوم. المصوب ايوب بوشتا كورتو ترتطم بالعارضه الافقيه. كرة إلى خارج الخط الجانبي، كرة في الخط الأمامي لمحاولة، فرصة دخول داخل منطقة الجزاء، والحكم يعلن عن ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح فريق شباب المحمدية في الوقت بدل ضائع، في آخر أنفاس الوقت بدل ضائع. الحكم كان ضاف جوج ديال الدقائق. يتوجه داكي رداد في هذه الأثناء مباشرة صوب شاشة الفار لمعاينة اللقطة، هل كان هنالك شيء؟ شوفوا هنا هذه العملية، وهنا من زاوية أخرى اختراق، شوفوا هنا سقوط. إذا داكر داد كيطلب هذا اللقطة هذه بالذات، غادي يحكم من خلال هذه اللقطة هذه. لاحظوا هنا سقوط هنا، وفي حوار الان ذكر داد مع غرفه الفار اللي فيها كل من محمد نحيح وجمال ميموني. هذه اعاده من زاويه اخرى. اذا في انتظار القرار النهائي، شوفوا هنا من زاويه اخرى.
ذكر السادة المشاهدين اللي كيلتحقوا بنا في هذا الاثناء بانه ذكر دارت كان اعلن على ضربه جزاء لصالح فريق شباب المحمديه. الان خدا القرار ديالو النهائي والقناعه ديالو النهائيه ويتوجه بعد ان شاهد شاشه الفار وبعد معاينه اللقطه الماضيه ومن خلال هذه الحركه فملي كتكون الحركه ديال الحكم هكذا فكيكون تغيير القرار. فذكر داد كيقول بانه ما كاينش هنالك ضربه جزاء وبالتالي يعني الاعلان ديالو اللي كان على ضربه جزاء الان تم الغائه وبالتالي كتبقى النتيجه هدف واحد مقابل لا شيء. كره وفي هذه اللحظات ذكر داد قبل تنفيذ هذه الكره يعلن على نهايه تفاصيل الجوله الاولى من النتيجه المعروفه. حمزه النوري هنا الانطلاقه الخاصه بالشوط الثاني من عمر هذه المقابله. نذكر بانه جوج ديال البطاقات عند كل فريق بالنسبه للنتيجه فهناك تقدم بهدف واحد مقابل شيء. هنا الكره ملعوبه من جانب عناصر فريق شباب المحمديه في خط الوسط. رجعت مره ثانيه تلعب هذه الكره داخل منطقه الجزاء راسيه ودخول الحارس تدخل يتمكن من خلاله من ابعاد الخطر. كره لعبت داخل منطقه الجزاء نشاهد هنا عمليه هجوميه تمريره كانت من مروان فلاح وهذه فرصه محاوله الحارس في المكان المناسب ايمن مجيد كيتمكن من ايقاف الكره امام ممكن نقولوا سلسله من المحاولات الهجوميه المتكرره المستمره لفريق الشباب شباب المحمديه. اخرها كان اسامه زمراوي يخدم مصلحه فريق الفتح الرباطي لكن شباب المحمدية لم ينزل يده بعد لم يستسلم بعد لا زال يواصل. كرة من أنس باش ينطلق على مستوى الشق الهجومي تجاه المادي الباسل تغطية دخول من نناح يراوغ داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك الخارجية. نناح فعل كل شيء داخل منطقة الجزاء صوب لكن كورته في الشباك الخارجية واحدة من أمتع المحاولات على مستوى الشق الهجومي وأيضا كان محظوظ بأن الكرة الماضية يعني كانت في المتناول بالنسبه له. لاحظوا هنا في هذه اللقطه بالذات فرصه بهذه الشاكله اختيار العمليه الهجوميه المنسقه على مستوى الشق الهجومي. وهذه فرصه لمحاوله تحضير بهذا الشكل فرصه ممتازه ترتطم بالقائمه الايمن. اليوم ثلاث كرات واحده بالعارضه واثنين بالقائم مما يعني انه محاولات سانحه تضيع. ونشاهد هنا التصويبه اللي جات كره في خط الوسط وفي هذه اللحظات يعلن الحكم ذاكره هذا على نهايه تفاصيل هذه المواجهه.